تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. رد على الحلقة بعد التوقف، جولة قمة الرياض تنطلق غدا بست مواجهات. بصافرة أجنبية درة الملاعب يحتضن الديربي الأشهر. الأهلي والشباب يختتمان استعدادهما لمواجهة الجوهرة. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو. عبد السويد أبو نايف، أهلا وسهلا فيك. يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين وفي أبو فيصل وفي العزيز مناب. عيد هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. هلا ومرحبا. ومن جدة مناف أبو شقير، مساء الخير يا كابتن. مساء النور حبيبي أبو جودة، مساء عليك وعلى الأستاذ عبد العزيز والأستاذ عيد. ودائما كلمة أقولها لك، إن شاء الله حلقة مميزة زي ما احنا متعودين بإذن الله. بإذن الله تعالى، بإذن الله نقدم حلقة مهمة. عندنا بكرة عودة الدوري، يا أخي إذا رجع الدوري تنفس صراحة. لا ويرجع بالنصر والهلال. دسمة. شوف هذا الأسبوع دسمة. عد أقول لك شيء، دائما أقول للشباب في الإعداد آخر منعطفات الدوري كل موسم، يعني آخر 5 مباريات 6 مباريات هذا اللي يكون فيها خلاص الحسم يعني بين المتنافسين. مباراة بين الهلال والنصر، مباراة بين الأهلي والاتحاد، اعتبروا نفسكم يا شباب تمشون في حقل الغاب. ممكن أي شيء ينفجر في وجهك. الناس تكون في حالة من الترقب، حالة من الحساسية المفرطة. تأكدوا من معلوماتكم، تأكدوا من ميزان التقارير، ميزان المعلومات، ميزان الأرقام. الجمهور يكون جالس أبد لا تلمسني لا تقرب مني، وبالذات على نهاية الموسم لو يكون خلاص الفرق أبو 3-4 نقاط. فالحين أنت عندك ذا الأسبوع أسبوع حافل، هلال ونصر بكرة ديربي، وبعدها نهائي كأس الملك. فنقول اللهم سلم، نبغى نستمتع بكرة حلوة ونبغى ننبسط في حدود وإطار الملعب الهلال والنصر. تقديمة جاهزة يا نواف، عطنا هنا. في الديربي الأقوى عربيا الأكثر متابعة، تتلاشى معه كل الأرقام، تندثر أمامه أي حسابات. بحضور جماهيري أو مدرجات خالية، الحماس هو نفس الحماس، الركض هو ذات الركض، لا فرق. إن كان لقاء بين متصدر ووصيف، إن كان في المقدمة أو آخر الترتيب، فالذكريات ستحفظ وتذكر وتستذكر مع كل مناسبة. هي فرصة لا تتكرر كي تشعل نارا لا تخمد تحت هزيم السحب الماطرة، كي تنحت اسمك مع النجوم المتلألئة. هو ديربي العاصمة لا أمان فيه، فإما أن تغامر أو أن تكون لا شيء. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days, think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave it from behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me.
أبو نايف، الهلال والنصر الديربي، حط في بالك الإصابات اللي أصابت الفريقين، تكفى ذيبان بس سكر لي هذه، شكرا يا حبيبي. الإصابات اللي صارت في الفريقين كورونا سواء بداية الموسم أو الإصابات العضلية، الغيابات اللي ما في شيء محسوم حتى هاللحظة، من بكرة بيلعب من ملاعب من الطرفين، أهمية المباراة بالنسبة للهلال أنه يبتعد، بالنسبة للنصر أنه يحاول اللحاق بأي شيء، هذه المباراة تلقي بظلالها على المباراة النهائي. هذه الأسئلة لكم جميعا، يعني ما هعيد الأسئلة عشان ما نضيع الوقت. أبو نايف، شوفوا بوجود طبعا يعني مباراة بالتأكيد من العيار الثقيل، مباراة حصلت بعد أحداث قبل التوقف والآن احنا حضرنا فيها مباراة، بصراحة يعني أنت فيك تتكلم كل شيء فيها، تقدر تحط محور تتكلم فيه برنامج كامل. أنت بتتكلم مثلا أن والله جاهزية النصر، بتتكلم برضو عن حالة الهلال، وأنت قاعد تتكلم على فريق الترتيب الأول. يعني إحنا لما نبدأ في الدوري نقول النصر من المرشحين بداية الدوري، فجأة تلاقي الفريق المرشح هذا في الترتيب 13 وخسارة، خسارة مباراة ما فاز إلا مباراة واحدة. الظروف اللي قاعدة تصير فيه، الموجات اللي قاعدة تصير فيه، يعني من بداية آسيا للإصابات اللي حصلت العضلية، ثم فجأة اجتاحت كورونا، النقص الكبير، فترة التوقف هذه 19 لاعب بين منتخب أولمبي ومنتخب أول يروحون اللاعبين، وإضافة للكورونا الفريق حتى ما استفاد من مرحلة التوقف هذه اللي هو أنا أتكلم عن نادي النصر، تجي مقابلها في نادي الهلال تلاقي لاعب مباراة ودية عندي إصابة، عند مثلا خلنا نقول المعيوف، عودة عبد الله عطيف برضو في مباراة ودية الأخيرة اللي مع ضمك، الهلال الفريق الأول، كل الظروف اللي على الورق الآن إحنا نقول الهلال فايز. منطق كرة القدم، إحنا ما نقول منطق، نقول المنطق يقول، ولكن كرة القدم لا تعترف بالمنطق. الديربي ما يعترف بالمقاييس، هذا نحطها على جنب، هذا اللي راهن عليه نادي النصر، انها ديربي وما فيها انها مقاييس، ديربي ولا مقاييس، وان كره القدم لا تعترف بالمنطق، هذه الاشياء يراهن عليها وهي في علم الغيب، هذه ظروف داخل المباراه. ولكن لما تتكلم قبل المباراه في علم كره القدم، لا، الظروف كلها تصب نادي الهلال. انت تتكلم انت يا نادي الهلال بتقابل فريق المدرب اساسا ما قدر يتدرب وياه من بعد اسيا، ما قدر يتدرب، ما قدر يكون تشكيله، يمكن 11 او ايا كان، ولا يدري هو داخل للتمرين من اللاعبين اللي بيلعبون معه حتى في التمرين، فكيف المباراة؟ الشيء الآخر بالتأكيد المباراة هذه بتصير لجماهير نادي النصر، ما أبغى أتكلم على الإدارة، لجماهير نادي النصر دفعة، خلينا نقول يعني بأثرها. أنا لما أشوف ردود الأفعال اللي قاعدة تصير في نادي النصر من مباراة الفتح على نادي التعاون على نادي القادسية، بالتأكيد أنا قاعد تأثر. لما أشوف القرارات اللي تصدر بعد الخسائر، إبعاد مثلا تغيير فجأة موسى، إبعاد موسى، قدوم رائد الغامدي، المدرب هو يروح ما يروح، إحضار ممرن، كل الأشياء هذه تعطيني أنا انطباع أن في غليان جوا، في نادي النصر في ضغوط جماهيرية. هذه المباراة هذه راح إذا 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 فيها خسارة راح تسبب انفلات إداري بعد المباراة القادمة، على وتلقي بضلالها على المباراة القادمة، أم أنه هذا احتمال وارد، احتمال وارد بتكيد، أو أنه والله لا راح يصير فيه تحسب للإدارة وللجهاز الفني، والله حتى لو في ما صار ما صار أنا حاطين الاحتمالية هذه عندنا، وش بنسوي فيها، وش بنسوي المرحلة القادمة، هل إحنا بنواجه المواجهة هذه اللي بتصير من الضغوط الجماهيرية وراح نصير على 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 تركيزنا، ولا والله راح تفتح البيبان وكل من إيده له في المباراة القادمة ولا تدري وش اللي بيصير في المباراة النهائية. هل المباراة هذه أنا حاطها كأولوية كجهاز فني وإداري الآن، أو أني والله بالظروف اللي حاصلة عندي أنا أخليها، خلينا نقول أخرج بالتعادل مرحلة استشفاء استعدادية للمباراة الأهم عندي المباراة القادمة. بالنسبة للاثنين أهم عندهم مباراة الدوري بكرة ولا النهائي؟ شوف أقول لك، هل أنا بقول لك، شوف الهلال، نادي الهلال، إحنا ما أمس أجل نادي الهلال في المركز الأول، حتى لو خسر الثلاث نقاط هذه يقدر يعوضها، والمباراة النهائية برضو مهمة جدا عنده،
ولكنه لو فاز في المباراة هذه في مقابلة راح تلقي ظلالها على نادي النصر، هي تبي تصير دفعة معنوية له احتمالية يفوز في المباراة القادمة. نادي النصر احنا نقول لو فاز في المباراة هذه تبقى 3 نقاط، ولكن هل الهلال راح يترك المباراة القادمة بقوته وبجاهزيته تجي فيها؟ فلذلك المباراة هذه هي أقدر أعتبرها شوطين للمدربين، وأقدر أعتبرها داخل المباراة، في وسط المباراة، في إدارة المباراة داخل المباراة. أنا نادي النصر الحين مثلا، أنا نادي النصر أقول مثلا والله هل المدرب بيدير المباراة وهو الأهم عندي بدنيا، أنه ما ينزل اللاعب الغير جاهز حتى ما أخسر في المباراة الأهم عندي في المباراة النهائية؟ هل أنا بقعد أبجي أنا حتى أدير المباراة هذه أبديرها والله ما راح ألعب اللاعب الغير جاهز حتى ما أخسره؟ طريقة تسير المباراة، رتم المباراة، طريقة الضغط، طريقة خلينا نقول تكفيل الملعب في نص الملعب، ولا أهجم على الهلال الشوط الثاني ممكن أنا أخسر لاعبين عضليا للمباراة القادمة؟ هل الهلال بيشتغل معي بذكاء أنه والله ينهكني في المباراة هذه حتى يخسرني المباراة القادمة؟ فلذلك جميع الاحتمالات موجودة. لذلك أنا بالنسبة لي أنا في المباراة هذه في قائد فني اسمه فيتوريا، في قائد فني اسمه رزفان، أنا عندي الأدوات وعارف القوة اللي عندي وعارف نقاط الضعف، نفس الحكاية رزفان، بالتأكيد أن الأسلحة اللي عند رزفان أقوى وجاهزيتها أكثر، ولكن أنا بالنسبة لي هنا كيف أقدر أخفي عيوبي عن نادي الهلال، وكيف أقدر برضو الأدوات اللي عندي أخليها تكمل معي حتى المباراة القادمة؟ أنت لو تسألني المباراة هذه للنصر يفترض لا يخسر، لا يفكر أنه ما يدخل فيها هدف، المباراة القادمة هي اللي أفكر فيها أسجل فيها أهداف. برضو ما أبعد عني المباراة الأربعة في مباراة في بداية الجائحة تقريبا، هي مختلفة الظروف بس تقريبا نفسها، هل نادي النصر يبي يدخل وبيضيع كمية الفرص اللي في كل مباراة، أو أنها تتغير الظروف بيستثمر الفرص؟ لذلك جميع الأبواب أحيانا نقول محتملة، ولكن أكرر على الورق طبيعي جدا أن الهلال هو الأجهز وهو الأكمل في هذه المباراة. أبو فيصل، والله شوف المباراة صعبة أنك تتوقع يمكن نتيجتها، الفوز فوز أحد الفريقين راح يلقي بظلاله على المباراة اللي بعدها، هذا مؤكد. مما يتحمل بكرة خسارة صعبة عليه جدا، النصر ولا الهلال أكثر شيء؟ لا النصر، النصر. الهلال عنده مجال للتعويض، يعني لو خسر 3 نقاط ولا زال في الصدارة ولا زال منافس، يعني ما فقد العديد من النقاط. لكن النصر راح يشوف، أنا مصر يعني لازلت مصر أنه النصر هو المنافس، عرفت، الأول للهلال على الدوري حتى مع وضع النصر الحالي مع فقدانه 9 نقاط. النصر فريق قوي والدوري لسه بدري. أنت تتكلم الهلال لو فاز بتكون فارق النقاط 10 نقاط، 10 نقاط مش سهلة في مسألة التنافس بين الهلال حتى لو كان الدوري بدري، يعني مسألة تعويضها، يعني مهما كسبت برضو الفريق الآخر الهلال حيكسب، يعني مش فريق يعني ضعيف. النصر بكرة أنا ماني قادر أتخيل المباراة، ولا قدرت أني أتوقع حقيقة نتيجة، يعني حتى إحساس، لأني ماني عارف النصر كيف حيظهر بكرة، جاهزيته البدنية كيف حتكون، تأثيرات الكورونا بتكون عليه صعبة. إحنا شفنا الهلال يعني كانت أول جولة كان بلكي اللاعبين، يعني واضح حتى يعني ما هو قاعدين يركضون، يعني حتى الهلال أشركهم بالتدريج، شفنا قوميز ما كان يشارك في أول مباريتين وشارك على الأقل في ربع ساعة الساعة حتى جاهزيته، وسلمان الفرج شفناها أيضا، يعني ما تقدر حتى أشركهم بالتدريج. الحين حنا نسمع أنه النصر اكتمل، لكن هل سيشركهم؟ مدى جاهزيتهم؟ لو انت مكان فيتوريا كيف تحسب مباراه بكره؟ تحسبها لحالها ولا تخلي كل حسابات بكره عشان النهائي؟ والله شوف ابو، لاحظ ان الفرق بين الهلال والنصر 7، يعني بكره يصير 10 يصير 4 يصير 4، كيف تحسبها انت لو انت مكان فيتوريا؟ شوف طبعا هو التعادل انا اعتقد انه يعني بيكون ايجابي للطرفين، الهلال أبقى على الفارق النقاطي 7، النصر على هالظروف وإني ما خسرت أيضا هذا شيء إيجابي. لكن أنا أتكلم عن النصر وأتكلم في النقطة قالها أبو نايف مسألة الضغوط، أنا قلتها لواحد نصراوي قال لي يعني كيف نركز وما نركز، المنطق يقول إنك تركز في النهاية وتترك المباراة دي،
بس ما تقدر. انت عندك ضغط جماهيري ما راح يتقبلون خساره حتى لو مباراه وديه، فما بالك دوري؟ صح ولا لا؟ والنصراويين واثقين من فريقهم لا زالوا. النصر مش فريق سهل، حتى الجماهير النصر تعرف امكانيات الموجوده عندها وعارف انها قادره انها تنافس على الدوري مع خساره هالنقاط، فالخساره ما راح تقبل. لكن الافضل النصر فعلا انه يركز النهائي. انت بكره زي تاخذها زي البروفا، تختبر لاعبينك جاهزيتهم، تكون جاهز للنهائي بعد 5 أيام من المباراة، بتكون وضعك أفضل بشكل كبير. في نقطة يعني حقيقة، مثلا عدم وجود رزفان برضو المصاب بكورونا، يعني ما تتطرق لها ناس بشكل كبير، أشوفها بتكون مؤثرة جدا. اللي هي يعني أنه مش موجود في الملعب، تدريب عن بعد، هذا يعني مهما كان استحالة أنه نظرة المدرب هو في الملعب غير نظرته هو قاعد يشاهدها بالكاميرا. يعني كرة أول شيء عينه على الخط. لا وغير كذا أنت قاعد يتحكم فيك المخرج، لكن أنت اللي قاعد بعيونك تشوف كل شيء، تشوف حتى الأشياء اللي مش مهي موجودة في الكرة يعني. صح. هذه ما راح تقدر تشوفها. يعني أنا عندي مثلا شفت المدرب، بعضهم يقول لك حتى يتأثر لما يكون المدرب مطرود وهو موجود في المدرج، بس برضو لا زالت الخاصية موجودة. أنت قاعد تشوف الملعب، تشوف كل شيء بعيونك أنت. لو تبغى تراقب وتشوف نقاط ضعف تراقبها. صح ولا لا؟ وما يشمل التعديل الأخير اللي صار، البروتوكول الجديد بيجي مع التعديل بالخميس آخر شيء، مع التعديل يوم الخميس. طب سؤال مهم أسأل، هل ممكن المدرب بكرة يحضر المباراة في المدرج، يعني في كرسي بالحالة ويقعد؟ أنا قريت، أنا قريت اللي شوف أنا لا، أو ممنوع الخروج من المنزل؟ أعتقد لا، أعتقد إنه البروتوكول يعني واضح ما راح يقدر إذا هو ما تخطى فترة العزل. لا. مستحيل. لكن أنا قريت خبر أيضا في صحيفة الرياضية قبل يومين أو ثلاثة، إنه كانت إدارة الهلال قاعدة تحاول مع أستاذ الملك فهد إنهم يجهزون شاشات في غرفة الملابس على أساس بيعطي محاضرة قبل المباراة للعيبة، وعلى أساس حتى إيه وحتى بين الشوطين يقدر يعني يتواصل مع اللعيبه. طيب انه فهذه برضه هي كورونا دي اشغلت البشر، بتكون مؤثره. لا والله العظيم لعبت في الناس. شوف مساله عدم وجود عبد الله المعيوف بكره ايضا ازمه حقيقه هلاليه بشكل كبير. انت لاعب البديل له سواء كان الجدعاني او الطيان، تلعب اول مباراه لك مع نادي جماهير، لاحظ كلهم جايين من انديه مش جماهيريه، لا ومع النصر مشكلة. والحارس أنا أقول لك أنه نصف الفريق، يعني هو اللي ممكن يشيل لك الفريق، ممكن يفوز الفريق، ممكن يخسر الفريق، أشياء كثيرة. عشان كذا أقول لك أنك ما تقدر تحكم على المباراة ولا أقدر أتوقعها. مثل ما قال بنايف، أنا أميل إلى أنه كفة الهلال أفضل، لأني أتوقع أنه جاهزية اللاعب النصر ما راح تكون يعني ما راح تكون مكتملة، ما راح تكون مكتملة. إحنا شفنا أثارها على الهلال، ما أتوقع أنهم بكرة يكون بعضهم 100%. مناف حبيبي بوجود، يعني انت تكلمت على اهم المباريات حقيقه في الموسم هذا، صراع الكبار حقيقه، الكل ينتظر هذه المباراه، مباراه كبيره، مباراه مميزه. تتكلم على صراع المهاجمين حمد الله وغوميز، الكلام كثير عن اخر مباراه كانت لهم في الدوري، الكل ينتظر المباراه هذه، ايش يسوي النصر، ايش يقدم الهلال. لكن انا عندي حقيقه يعني منعطف بسيط كده على فريق النصر. صح هو خسر تقريبا، هو لعب 5 مباريات، خسر 3 مباريات في الدوري، فاز في 2 في الكاس امام الاهلي والاخيره امام القادسيه. لكن لو نرجع في ظل الظروف اللي كان يمر فيها الفريق النصر، هل المباريات اللي خسر فريق النصر فيها رغم الظروف ورغم الغياب، هل كان فريق النصر مستوى سيء؟ كان عتب كبير على فيتوريا وذا، لكن انا اعتقد شخصيا رغم الظروف كان النصر اعتقد مقدم نفسه بصوره مميزه، وفريق حقيقه اثبت، صح انه خسر لكن اثبت انه عنده امكانيات وكان يصارع وقدم عناصر مميزه. نجي فريق الهلال، عانى في الاسيويه في ظل ظروف كورونا، وكان بدايه الموسم حقيقه اول مباراه لعبها امام العين. اعتقد الهلال في اخر موسمين 3 مواسم ما شفنا مستوى الهلال يعني اللي ظهر فيه اول مباراه، كان العين مقدم نفسه بمستوى كبير جدا. انا عن نفسي المباراه اللي ظهر فيها الهلال نوعا ما بعد عوده المصابين اللي كانت امام الاتفاق وفاز فيها 2. طبعا المباراه بكره كبيره، انت سالتهم قبل شويه، انت لو كنت ماسك مثلا بكره المباراه سواء مدرب النصر او الهلال، هل حتفكر في مباراه الكاس؟ اعتقد الفرق الكبيره واللي عندها عناصر مميزه وعندها البديل الجاهز وفي وقت
انه يكون في استشفاء للفريقين واللاعبين. تتكلم بكره الاثنين مباراه الكاس يوم السبت، في اكثر من 4 ايام للاستشفاء وللراحه. اعتقد مباراه زي هذه مهمه اني انا اكسبها، وخاصه فريق النصراوي بحكم انه خسر 3 مباريات. تتكلم انه ابى اثبت ان انا حقيقه المباراه اللي خسرتها كنت لحق فيها اني افوز، لكن الظروف ما سنحت لي اني انا اقدم نفسي. يجي الفريق الهلالي، من جانب الفريق الهلالي انا الفريق البطل، وانا اللي عندي حقيقه يعني الكعب العالي في كل المباريات الكبيره، فكل النواحي تشير انه الفريقين حيقدموا لنا مباراه كبيره. ابغى اسالك سؤال عن المدرب الهلال وغيابه بكره. بصراحه يعني انت الوحيد فينا اللي لاعب، يعني مهم وجود المدرب على الخط معنويا غير فنيا، معنويا، ولا انتم اللعيبه اذا دخلتوا الملعب واخذتوا الخطه خلاص الوعد بين الشوطين، واذا في شويه توجيهات ممكن نسمعها؟ شوف اذا بنكون واقعيين، المدرب وجوده مهم، شخصيه المدرب خاصه اذا كانت شخصيه قويه ومؤثره وجوده مهم، لكن كن في واقعيه. بعض المدربين ترى الاهم عنده المساعد، واحنا كلاعبين نشعر ترى احيان انه اللي يمشي المدرب ذا مساعده، وهو اللي يمشي داخل الملعب، وهو اللي يختار احيان بعض اللاعبين انه هو الانسب للمباراه هذه. هذا مو معناه انه المدرب يعني وجوده مهم، لا بالعكس وجوده مهم ويعكس شخصيه اللاعبين وشخصيته داخل الملعب، لكن احنا كلاعبين خلاص انا وصلت الملعب عارف ايش الدور اللي عليا، ومباراه كبيره زي مباراه مثلا ديربي او كلاسيكو انا عارف ايش تركيزي لها، ما احتاج مثلا اداره تهيئني او تجهزني معنويا، او مثلا المدرب يقول لي ابغاك احسن من المباراه السابقه، لا، هذه الامور خلاص انا كلاعب محترف عارف ايش المفروض اقدم داخل المباراه هذه. وصلت الملعب، احنا كنا في المباريات حقيقه المباريات الكبيره واحنا رايحين الملعب ما تسمع صوت احد داخل الباص، يكون في تركيز جدا عالي من غير ما حد يكلمنا، لكن في بعض المباريات تشعر انه الامور يعني نوعا ما اخف في التركيز. فمباراه زي هذه صح وجود المدرب مهم، لكن ترجع برضه للاعب نفسه ايش حيكون تركيزه واداؤه داخل الملعب. لكن حقيقة أرجع برضو وأقول غياب المدرب أكيد له تأثير، لكن الكرة في ملعب يعني في ملعب اللاعبين وهم اللي حيأدوا الأداء الممتاز. طيب حروح للفاصل، وبعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث عن الديربي. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will. بعد التوقف جولة قمة الرياض تنطلق غدا ب6 مواجهات. بصافرة أجنبية درة الملاعب يحتضن الديربي الأشهر. الأهلي والشباب يختتمان استعدادهما لمواجهة الجوهرة. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا اف ام في المملكه العربيه السعوديه، عبد السويد، عيد الثقيل، ومناف مشكل ضيوف حلقه الليله. خلينا نشوف تقرير عن نتائج الفريقين في مباريات الديربي السابقه، شيء كذا من التاريخ شوي. الهلال والنصر موعد كروي منتظر.
الديربي العاصمي الأبرز الذي ما أن يقترب إلا وتستذكر معه لمحات تاريخية لمواجهات الفريقين بلغة الأرقام. مواجهة الدور الأول للموسم الحالي تحمل الرقم 97 في بطولة الدوري بمختلف مسمياته، فقد التقى الغريمان في 96 مباراة تغلب بها كفة الهلال بفوز في 38 مباراة، بينما كسب النصر في 29 لقاء وحضر التعادل في 29 مناسبة. على الصعيد التهديفي اهتز شباك الفريقين في الديربي ب 257 هدف، كان للهلال النصيب الأكبر منها بتسجيل 142 هدفا، فيما أودع نجوم النصر 115 هدفا في المرمى الهلالي. 1975 هو عام انطلاق سلسلة المواجهات التي افتتحت بلقاء نهائي الدور التصنيفي، وحينها كسب النصر شقيقه الهلال بثلاثة أهداف لهدف. أما آخر اللقاءات فكانت ضمن منافسات الموسم الماضي بالدور الثاني بعد أن أنزل الهلال رباعيته في الشباك الصفراء، وفي 2017 حقق الهلال أكبر نتيجة هزت الشباك النصراوية والتي انتهت بخمسة أهداف لهدف، فيما تمكن النصر في عام 1997 من تحقيق أكبر نتيجة في الشباك الزرقاء بمباراة القسم الثاني التي انتهت بثلاثة أهداف دون رد. حضرت أكبر نتيجة تعادل بين الفريقين في موسم 1977 وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكلا الطرفين. يعتبر النجم الشهير ماجد عبد الله هو أكثر لاعبي النصر زيارة لشباك الهلال في بطولة الدوري ب18 هدفا. في الجانب الأزرق يأتي اللاعب الكبير سامي الجابر ب8 أهداف أودعها في شباك الغريم التقليدي. طيب خلينا نشوف قراءة من الشباب للأمور الفنية في الفريقين. تعيش العاصمة الرياض مساء الاثنين ليلة من ليالي الإثارة والندية المنتظرة، والتي دائما ما تكون السمة الطاغية لمواجهة الديربي الأشهر الذي سيجمع الهلال والنصر، خاصة أن الطرفين يمتلكان القيادة الفنية المميزة بوجود مدربين يجيدان الخطط التكتيكية والقراءة الفنية والخبرة الكافية في مثل هذه المواعيد. الروماني رزفان يحظى بكتيبة من النجوم ويراهن عليهم في فرض أسلوبه الذي ينتهجه داخل الملعب، في إجبار الخصم على التراجع بالضغط في منتصف الملعب والهجوم من الأطراف والتوغل من العمق، بوجود صمام الأمان في الخط الخلفي ونقطة بناء الهجمات الكوري جانكسو، إلى جانب أهم مفاتيح اللعب الظهيرين محمد البريك وياسر الشهراني صاحبي الأدوار المزدوجة الهجومية والدفاعية. ويعتمد الروماني في تنويع اللعب وربط خطوط الفريق والتوازن في الهجوم المعاكس على الكولومبي كويلار وسلمان الفرج. ويمتلك الهلال أبرز اللاعبين أصحاب الحلول الفردية الرباعي سالم الدوسري وجوفينكو والبيروفي كاريو بجانب الأرجنتيني فيتو، الذين يمثلون خطرا على أي دفاعات بإجادتهم خلق المساحات والتوغل في مناطق الخصم وإرباك دفاعاته. هجوميا يبرز سلاح لوشيسكو الأخطر الفرنسي جوميز المزعج للدفاعات بتحركاته داخل المنطقة واقتناصه أنصاف الفرص. في المقابل يعول البرتغالي فيتوريا على عدد من العناصر لتطبيق أسلوبه الذي ينتهجه بالضغط على الخصم في مناطقه والاعتماد على الأطراف في حالة الهجوم، مع العمل على امتلاك منتصف الملعب وفرض طريقته. دفاعيا يمتلك النصر البرازيلي مايكون الذي يعتمد عليه الفريق في بناء الهجمة من الخلف، وفي الأطراف يأتي سلطان الغنام والكوري كيم صاحبا النزعة الهجومية بإمداد زملائهم بالكرات العرضية مع التقيد بالعودة للدفاع في الهجوم المعاكس. وفي خط المنتصف ينشط صاحبا القراءة المميزة والمجهود الوافر البرازيلي بيتروس وعبد المجيد الصليهم، منطلق الهجمات وتبادل الأدوار في مناطق الخصم ووقوفهم سدا منيعا في وجه الهجمات المضادة والتحكم في رتم الفريق.
ومن أمامهم مصدر القوة للفريق الأصفر الثلاثي مرابط وبيتي مارتينيز وخالد الغنام أصحاب النزعة الهجومية والسرعة والمهارة والتي من شأنها تشكيل خطر دائم في منطقة الخصم وهو ما يعتمد عليه فيتوريا بانطلاقات مرابط والغنام من الأطراف ودخول مارتينيز من العمق لإجبار دفاع الخصم لخلق المساحات وصناعة الفرص داخل مناطق المنافس وفي المقدمة تكمن قوة النصر بوجود هدافه وأخطر اللاعبين في منطقة الجزاء عبد الرزاق حمد الله الذي لا يتوانى في هز الشباك إضافة لإجادته للألعاب الرأسية ومراوغاته الخطيرة وتمركزه أمام الدفاعات. أبو نايف، أبرز مفاتيح الهلال بكرة، عطني ثلاث أسماء. الأظهرة أول شيء اللي هو ياسر البريك. من الثالث؟ كاريلو. تقريبا هذا الشغل كله عليهم، يعني هم العمود الفقري للعملية اللي بتصير في المباراة. أنا أتوقع لما أربطها مثلا بالمباراة السابقة، لأن الهلال في المباراة السابقة اللي هي أو آخر مباراة في الدوري كان معتمد اعتماد كبير على التحولات والمرتدات اللي كان فعلا أجادها، خصوصا يجودها البريك وكاريلو. لما كاريلو يدخل جوه الملعب يخلي البريك يأخذ المساحة اللي خلفه يأخذها. إذا النصر سكر المنطقتين هذه فبتصعب على طيب هذا فريق في النصر. في النصر مارتينيز صليهم، مارتينيز صليهم. أنت تشوف النصر الآن خلال المباراة اللي راحت الأخيرة هذه منطقة الضعف اللي فيها واضحة جدا، اللي بين الظهير الأيمن وقلب الدفاع الأيمن هي الخط اللي موجود فيه. هذا كانت يمكن ثلاثة أهداف من الخمسة اللي جتها من عنده، وتقريبا حاول يعدلها فيتوريا لما جاب لاجامي وحطها جنب الخلف اللي حصل فيها البلنتي، وبعدها ما حصلت البلاء. الهلال تجي على منطقة على كويلار، على 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 الأخطاء اللي عند كويلار، على أتوقع ممكن يعتمدون على إذا صار يروح الأظهرة تروح البطء في الرجعة، البطء في الرجوع برضه يستغلون. النصر قلت لصليهم ومارتينيز، أعطني اللاعب الثالث. بالتأكيد حمد الله. طيب آسف على السؤال. طيب مناف، أهم ثلاث أسماء في الهلال بكرة وأهم ثلاث أسماء في النصر. والله المشكلة يا بوجود الواحد استغفر الله العظيم أحتار. اليوم بيقول اسم يخاف بكرة الله يحفظنا من كل شر يكون عنده كورونا ما يكون موجود. كل يوم نسمع حاجة قول، لكن حقيقة قول على آخر تحديث عندك، آخر تحديث معلومات، بعد كذا ما لنا دخل إحنا. أهم شيء كل منافع ما شاء الله لا يكون بعد حاط معطي عين. ما شاء الله ما شاء الله. قلت إذا بتتكلم أتكلم فيها الأستاذ عبد العزيز. بالنسبة لفريق الهلال ميزته حقيقة السنوات الأخيرة الأظهرة العصريين في الفريق، حقيقة أظهرة عصرية على أعلى مستوى، أغلى لاعبين في العالم دحين تشوفهم الأظهرة. شوف ليفربول كيف الأظهرة ما شاء الله. أنا أتكلم في الهلال حقيقة الظهيرين على أعلى مستوى. أتكلم تتكلم على قدام كاريلو كوجهة نظر يمكن أفضل المحترفين في الدوري السعودي. أنا بالنسبة لي كاريلو بصراحة لاعب على أعلى مستوى، حتى في تصفيات أمريكا الجنوبية مستوى حقيقة جدا مبهر ما شاء الله. يعني الثلاثة دول تقدر اللي تقول حقيقة ممكن هم الأقرب يكون صناع اللعب في الفريق. تجي بالنسبة للفريق النصراوي، مارتينيز بصراحة خاصة مباراة الشباب كان من اللعيبة حقيقة المميزين. صح ضاع هجمة لكن كمستوى داخل المباراة كان مستوى مميز حقيقة، إمكانيات كبيرة. مرابط إذا إنه موجود، مرابط حقيقة دائما في المباريات الصعبة ما يظهر لنا مرابط بمستوى جدا عالي. جهة يمنى بالنسبة للفريق النصراوي ممتازة خاصة بوجود الغنام. عيد نفس السؤال. والله محيرة الحقيقة خاصة في الهلال. الهلال أعتقد أنه مفاتيح اللعب كثيرة جدا. أهم ثلاثة بكرة. شوف الأظهرة ما يعني ما في جدال حتختارهم لأنه فعلا مميزين مثل ما قال الكابتن مناف، مش موجودين في الدوري السعودي كله ولا عند الأندية الأخرى، وهم أظهرة المنتخب يعني الرئيسية. يعني هذا ما احنا طيب قاعدين. الاسم الثالث كاريلو. اوكي النصر.
النصر انا اشوف حمد الله مايكون بيتروس. حمد الله مايكون بيتروس هذول ممكن يكونوا اسباب الفوز النصر. اسباب الفوز النصراوي ما يكون دوره كبير في الخط الدفاع النصراوي وجوده حقيقه يعطي شكل مختلف للتنظيم الدفاعي في النصر. بيتروس نعرف الدور اللي يقوم فيه ولاعب حماسي يعني مثل المباريات الكبيره يظهر فيها شفناه في مباراه يحب المباريات اي شفناه في مباراه الاهلي حتى نصف النهائي الكاس كان هو ابرز نجم في المباراه رغم انه كان منقطع فتره طويله. الحمد لله طبعا يخلصك المباراة في أي لحظة. نتذكر 2-1 الهلال. يا رب أن المباراة بكرة تكون بحجم الانتظار. نبغى نشوف كورة يعني الهلال ونصر. أنا داعي قبل شهر أنه يا رب يكملون كلهم كاملين. ليش؟ مجموعة الأسماء اللي في الفريقين صح فرجة يعني إيه ودك تستمتع يعني إيش فرصة إنه الهلال والنصر يكون عندهم مثل هالأسماء يعني مثلاً في المستقبل ما تعرف يعني كارلو غوميز جوفينكو كويلار الكوري سالم الشهراني سلمان بالضبط سلمان الفرج النصر حمد الله مرابط الغنام مارتينيز الصليهم مايكن الغنام سلطان فتبغى تشوف كورة تبغى تنبسط يعني تبغى تستمتع وإن شاء الله بإذن الله أنه ما يكون هالانتظار كله بكرة على مباراة مملة يعني إن شاء الله يعني تفي بكل الوعود المنتظرة من قبل الجماهير. هنروح للفاصل وبعد الفاصل نعود لمواصلات الحديث في المباراة. أعتقد أنه الاستقرار يرجح كفة الهلال أكثر بحكم استقرار الهلال الفني. النصر عمل تغييرات كثيرة في الفترة الأخيرة ممكن هذا الشيء يرجح كفة الهلال. توقعاتي لمباراة الديربي بين النصر والهلال أو الهلال والنصر بالتعادل الإيجابي 1-1. وأتوقع نتيجتها تعادل إيجابي 2-2 وتوقع إما تعادل فريقين أو فوز النصر والعلم عند الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا FM في المملكة العربية السعودية عبدالي السويد عيد الثقيل مناف أبو شقير ضيوف حلقة الليلة حتى تحت الهواء سوالفنا كلها في الكورة العادة تحت الهواء نسولف في أي شيء غير الكورة بس حديثنا اليوم تحت الهواء كله عن الديربي بكرة وش بيصير وش بيصير. جاهز شوت يا نواف عطنا شوت. شارك السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم وزميله محمد العويس حارس المرمى بفعالية في ميران الفريق ما يقربهما من دخول حسابات الصربي فلادان مولوفيتش قبل مواجهة الشباب غدا ضمن جولة قمة الرياض الخامسة من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. خضع البرازيلي مايكون بيريرا مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم لبرنامج لياقي خاص مع الإسباني هوغو كاماريرو اختصاصي تأهيل اللاعبين وأثبت مايكون خلال التدريبات تمتعه بمخزون لياقي جيد بعد زوال أعراض فيروس كورونا من اللعب منذ عدة أيام. من جهة أخرى تضاءلت مشاركة مختار علي في مباراة فريقه أمام الهلال غدا بعد ملازمته للعيادة الطبية لشعوره بآلام في عضلة الحوض. تحول إصابة في مفصل القدم دون استعانة فريق الباطن الأول لكرة القدم بعبد المجيد عبيد لاعب وسطه في مواجهة القادسية غدا ضمن جولة قمة الرياض الخامسة من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتواصل غياب عبيد عن التدريبات الجماعية وتأكد خروجه من حسابات البرتغالي خوسيه غاريدو مدرب الفريق. تأكد غياب ثنائي فريق الاتفاق الأول لكرة القدم المغربي وليد أزارو وعبد الله السالم عن مواجهة الفتح بعد تعرض الأول للإصابة في العضلة الخلفية والثاني إلى التواء في مفصل القدم. وأكدت الفحوصات الطبية التي أجراها المهاجم المغربي تعرضه إلى شد في العضلة الخلفية يحتاج معه إلى برنامج تأهيلي لمدة أسبوعين في حين سيخضع السالم إلى التأهيل والاختبارات للتأكد من مدى جاهزيته للعودة للتدريبات الجماعية.
توج صاحب السمو الأمير فهد بن جوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وصاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، توج الفارس عبد الله الشربتلي بكأس الجولة الأولى من جولات الدرعية، وحل الفارس رمز الدهامي في المركز الثاني، فيما جاءت الفارسة التايلندية جان كابهورن في المركز الثالث في ختام الجولة الأولى من جولات الدرعية والتي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية خلال الفترة من 19 وحتى 21 من نوفمبر الجاري. فاصل قصير بعد هنا. توقع فيها صعب كنتيجة، لكن وجهة نظري النصر أقرب للفوز المباراة بنتيجة 2-1. النتيجة طبعا التوقع فيها صعب لأنه الفريقين يعني في مستوى واحد، وأعتقد أنه 50% و50% للفريقين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية بسويد إيد الثقيل مناف بوشقير ضيوف حلقة الليلة. نشوف في المباراة الثانية غدا من ضمن المباريات بكرة بعد كل المباريات، بس خلينا نقول لها جانب من الأهمية، مباراة الشباب والأهلي. في واحدة من المباريات القوية يستضيف النادي الأهلي شقيقه الشباب على أرض استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. يدخل الأهلي المواجهة وهو يحتل المركز الثالث بتسع نقاط كانت حصيلة لأربع مباريات، خسر في واحدة وانتصر في ثلاث، كان آخرها على حساب العين في المرحلة الرابعة عندما كسبه بأربعة أهداف لثلاثة في اللقاء الذي أقيم في الباحة. ويأمل الأهلي في كسب المواجهة لبلوغ النقطة الثانية عشرة والتي قد تمنحه الصدارة فيما لو تعثر الهلال في مواجهة النصر ولو بالتعادل. الفريق الأهلاوي لم يقدم المستوى المأمول منه خلال الفترة الماضية، وتلقت شباكه خمسة أهداف خلال مباراتيه الأخيرتين أمام الاتحاد والعين. أما الشباب فيأتي في وصافة الترتيب بعشر نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، وقد حصل الليوث على رصيدهم النقطي جراء تعادل وحيد وثلاثة انتصارات كان آخرها على حساب الفتح في الأحساء بثلاثة أهداف لهدف. وبالتأكيد فإن طموح الليوث لا يقل بأي حال من الأحوال عن رغبة الأهلي، وهي تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على الصدارة أو الانفراد بها لوحده. الفريق الشبابي قدم أداء لافتا خلال المباريات السابقة مما أهله ليصبح منافسا وبقوة على صدارة البطولة. مباريات الراقي والليث دائما ما تحفل بالإثارة والندية، وفارق النقطة الواحدة سيشعل أجواء اللقاء ويرفع من قيمته الفنية، لذلك من المتوقع أن نشهد مواجهة مثيرة خصوصا مع تواجد عدد من النجوم في خارطة الفريقين. فلمن تكون الغلبة؟ للأهلي الراغب في تحسين صورته أم للشباب الطامح في مواصلة المنافسة على الصدارة؟ مناف، الشباب والأهلي حقيقة مباراة كبيرة. يعني نتكلم أول شيء على الجانب الشبابي، تكلمنا فيه كذا مرة إنه الشباب حقيقة باين من استقطابات اللي هي من بداية قبل بداية الموسم، الشباب يبغى يوصل لفين، والدليل النتائج اللي بيقدمها الشباب. تقريبا الشباب والهلال هم الفريقين الوحيد اللي ما خسروا في الدوري، تقريبا كلهم بعشر نقاط. الشباب قدم نفسه بمستوى جميل. اللي عجبني في نادي الشباب إنه تلاقي في المباراة يلعب بأكثر من تكتيك، ممكن تشوفه في بداية المباراة بثلاثة خمسة اثنين، شوفوا بعدين في وسط المباراة يقلب من 4-4-2 أو 4-5-1، في بعض الأحيان 4-3-3. يعني الفريق بيتغير داخل المباراة بأكثر من تكتيك. عجبني في مباراة الفتح، كان حقيقة الفريق مرتب على أعلى مستوى. البديل الناجح اللي هو تركي العمار حقيقة كان مميز،
سجل هدفين بغض النظر عن التسجيل، لكن كان دخوله حقيقة له تأثير كبير على مستوى الشباب. أجي بالجانب الأهلاوي، حقيقة علامات استفهام كثيرة بالنسبة للفريق الأهلاوي رغم وجود لعيبة حقيقة مميزين، لكن مشكلة النادي الأهلي عنده في العمق الدفاعي، دائما الأهلي ما يستقبل أهداف كثيرة. صح فاز المباراة الأخيرة بتوفيق من الله ثم بعودة مستوى السومة، لكن مجملا لو تجي تشوف فريق الأهلاوي كمستوى، أعتقد الفريق الأهلاوي للآن ما شفنا المستوى، يعني في ظل العناصر المميزة الموجودة في الفريق، فريق ممكن يسجل هدف لكن ممكن يستقبل أكثر من هدف، عنده بديل مميز، عنده لاعبين داخل الملعب مميزين، لكن كأداء جماعي أعتقد الفريق الأهلاوي إلى الآن ما ظهر. لكن تعرف دائما مباراة الأهلي والشباب يكون لها تحدي خاص، لها طعم خاص، فأتوقع المباراة بكرة حتكون مميزة، الشباب بيواصل الصدارة، الأهلي بيمسح الصورة اللي ظهر حقيقة في المباراة الأخيرة رغم فوزه فيها. أبو فيصل، الأهلي والشباب مباراة مهمة للفريقين كلهم، أنت لو تجي تشوف الشباب يعني 10 نقاط والأهلي 9 نقاط، كلهم منافسين على حتى الصدارة. الشباب شكله مختلف هذا الموسم، استقطاباته حقيقة يعني كانت نتائجها واضحة داخل الملعب على مستوى الفريق، يعني فريق الشباب مختلف تماما عن الموسم الماضي. الأهلي لا زال محير، كل الأربع جولات الماضية لا تشاهد ثبات المستوى، لا تشاهد حتى يعني الأهلي يقدم كل ما لديه، رغم ما قال الكابتن مناف يعني حتى البدلاء عنده، يعني عنده دكة بدلاء جيدة، لكن مع ذلك ما ظهر. الأهلي والشباب من أعوام يعني يمكن تقريبا من 8 أعوام أو 9 أعوام أصبحت يعني حتى بمثابة كلاسيكو، لها طابع خاص إعلاميا، تحدي خاص يعني بين الفريقين. راح نشاهد أنا أتوقع مباراة كبيرة، الفريقين كلهم راح يبحثون عن الفوز ولا غيره، لأنه فعلا شيء مهم حتى على صدارة الدوري. أبو نايف، شوف المباراة طبعا مهمة جدا، هي تعتبر مباراة فيها حساسية كبيرة بين الفريقين، والآن الفريقين ثاني وثالث وفرق بينهم نقطة. لما أتكلم عن نادي الشباب أنا بقول لك أنه مجرد ما يرجع للأربع مدافعين يتغير مستوى الفريق. هل المدرب، وخصوصا في تغييراته يعني، هل المدرب ما لا يستطيع أن يغير محمد سالم؟ لأنه في أول في مباراة النصر حط محمد سالم ظهير يمين، بعدين في المباراة اللي بعدها طلع محمد سالم ولعب بمحور رجع 4. الشباب بالأربعة أفضل، يفترض أنه، أنا وجهة نظره ودائما يبدع فيها، بنيقة ما يعطيه واجبات دفاعية كثير، يفرغه لتنظيم اللعب. هو نزل حسين القحطاني في مباراة الفتح مع انداي، الفريق أبدع. عندك برضه ديوب، أتمنى أني ما أشوف بداية المباراة، شوف الحمدان معه خوانكا ومعه مارتينيز، بيصير الشباب بشكل مغاير جدا، خصوصا ان الحمدان لاعب محطه ولاعب متحرك ممكن يسبب مشكله في العمق الاهلاوي، اللي هو اساسا القضيه في العمق الاهلاوي، ما في ساتر امام المدافعين. انت تلاحظ حتى مدرب الاهلي الان اول ما بدا في المباريات كان يلعب فتوحي مع جيست المحترف، بعدين اخر مباراه مع العين نزل نوح وانصاب نوح، هل نوح جاهز ولا مو جاهز؟ لازم يحط ساتر امام مدافعين النادي الأهلي، عنده مشكلة في القلوب بين معتز وبين خبراني ظهير اليمين، برضو حسون قليل، خلينا نقول قليل الخبرة، أو أنه أساسا مو متعود على المكان هذا، ولذلك لازم يسكر العمق. العمق الأهلاوي مفتوح جدا، وبنيقة بيصير هو صانع الهجمات في ذلك المكان، لذلك الأهلاوية عندهم أرتيتا جدا رائع، لذلك لازم يحط توازن. مو بالقضية قضية تلعب جميع اللاعبين الجانب أو جميع اللاعبين، لا، تلعب بالطريقة اللي تناسبك. أنا بالنسبة لي أشوفها على الورق، إذا صار بنيقة جاهز فبيكون صعب جدا الشباب، وخصوصا في الكرات الثابتة. فاصل قصير بعده نعود. مباراة قوية بين الفريقين،
إذا بنلخصها في الظروف اللي حاصلها خاصة لفريق النصر والظروف اللي متواجد فيها، فريق الهلال أعتقد هو الأجهز. أنا أتوقع إن شاء الله إن النصر إن شاء الله قريب نتيجة المباراة أخرى إن شاء الله. أنا أتوقعها يعني 2-1 أتوقعها إن شاء الله تكون للنصر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمع روتانا بعنف في المملكة العربية السعودية عبد السويد عيد ثقيل مناف مشكر ضيوف حلقة الليلة. نشوف تقديمه لمباريات الغد. تستأنف مواجهات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدد من اللقاءات. تفتتح بأبها الذي يحل ضيفا على الرائد على مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند الساعة 3:15 عصرا. المستضيف يحل خامس الترتيب بسبع نقاط حصدها من فوزه الأخير أمام الوحدة بثلاثة أهداف لهدفين، فيما تواجد أبناء الجنوب بالمركز الثاني عشر بأربع نقاط حرمته ثلاثية الباطن من رفع رصيده بها. ويخوض ضمك لقاؤه في مواجهة العين على مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة عند 3:30 عصرا. أصحاب الأرض في المركز الخامس عشر بنقطة وحيدة حققها بعد تعادله أمام الفيصلي، فيما يتذيل الضيف سلم الترتيب دون أي نقاط بعد سلسلة خسائر متتالية اختتمها برباعية الأهلي لثلاثة أهداف. وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام وعند 5:30 مساء يلتقي القادسية نظيره الباطن، يحل فيها صاحب الأرض في المركز التاسع بست نقاط خسر بها آخر مبارياته بهدفين نظيفين من النصر. أما الباطن فيسبقه حين حقق سابع السلم بذات الست نقاط والتي اقتنصها بعد فوزه الثاني منذ انطلاق الموسم من أمام أبها بثلاثية دون رد. ويحل الاتحاد على مدينة المجمع الرياضية ضيفاً على الفيصل عند 5:45 مساءً. يأتي النابس دير في المركز الرابع محملاً بثمان نقاط حصد آخرها نظير تعادله السلبي أمام ضمك، فيما أصبح الاتحاد عاشر الترتيب بخمس نقاط أضاف نقطته الوحيدة لها بعد تعادله مع التعاون بهدف لمثله. طيب وصلنا للختام، شكرا شباب، نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة موعدنا غدا 11:30. نختم مع التقرير عن الأكثر تمريرا في أمان الله. سجلت 32 مواجهة التي لعبت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ بداية المشوار وحتى الآن وصول عدد التمريرات التي نفذها اللاعبون ل 25,350 تمريرة قبل بداية خامس الجولات. ووصل عدد من اللاعبين لتسجيل عدد كبير من التمريرات الناجحة والتي ساهمت في مساعدة زملائهم داخل الملعب. وخلال الأربع جولات المنقضية يعتبر الكولومبي جوستافو كويلار لاعب خط الوسط الهلالي أكثر اللاعبين تمريراً للكرة حتى الآن بين أقرانه في الدوري، إذ مرر 339 تمريرة وبنسبة نجاح فاقت 93%. ثاني أكثر اللاعبين تمريراً المغربي إدريس فتوحي لاعب النادي الأهلي والذي نفذ 266 تمريرة بنسبة نجاح تخطت 83%. وبنفس الرقم يأتي الأرجنتيني بانيغا نجم الشباب الذي وصل ل 266 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 88%، فيما يأتي خلفهم محترف الاتحاد البرازيلي برونو هنريكي بعدد 235 تمريرة وسجل نسبة نجاح فاقت 85%. وتضم قائمة اللاعبين الأكثر تمريرا أيضا السلوفاكي فيليب كيش قائد خط الوسط الاتفاقي الذي سجل 227 تمريرة ووصلت نسبة نجاحه لأكثر من 92%. مدافع الفيصلي البرازيلي إيغور روسي يعتبر هو الآخر من أكثر اللاعبين تمريرا للكرة حيث وصلت عدد تمريراته ل 225 تمريرة ونجح في إيصال 88% منها لزملائه.